متابعين لايف بواتسون ام تي في، جوله على ابرز برامجنا لساره. خلينا نبدا فيهم ليله. اكيد في سألوا مرتي مباشره بعد الاخبار، اربع كوبليت جداد رح يتنافسوا بين بعضهم، واحد منهم باخر الالعاب الاربعه يلعب اللعبه الخامسه ويفوز بالسياره. على 10:30 موعدكم مع حلقة جديدة من المسلسل اللبناني أبرياء، ولكن راوية بتغادر المنزل وأمل ما زالت بالمستشفى، وبهالوقت هيدا جريمة جديدة بتصير بالبيت الكبير. قبل ما نتابع ونحكي أكثر عن برامج ليلة السبت، خلينا نسترجع من حلقة امبارح هسكاتش من ما في مثله. بونجور. أهلا، كيفك؟ الحمد لله. اهلا، ماشي الحال؟ تفضل، كيف في خدمتك؟ ميرسي كثير. بليز لو سمحتي، بلاقي عندك شامبو بس ما بيحرحر العيون دخيلك، لانه اذا بتحرحروا العيون خدي على صريخ وعلى بكي وعلى نا جرصه وتبزيق وتخبيط بالمي ونعف مي، ويعني نتجرس تجريصه الى اول ما الى اخر. دخيلك كل شيء، والشامبو اللي بيحرحر الله يوفقك. 100% في اكثر من نوع اصلا، هن اجمالا الاولاد يعني عن جد مدري شو بصير فيهم. ابنك قد ايه عمره؟ اسم الله. مين قال لك لابني؟ مش لابني، لالي انا. لك انا ايه، انا اذا بفوت عني نقطه هذا شامبو بحرحر على بجن بخوت ما بيعود فيي. ابني ابني جيبي له قنينه حطي لي اياها بعينه، هيك بلاقي له كل الشامبو بقلب عينه وما بيصير له شيء، بس انا بجرس الدنيا ويا ما في. لمين طالع ابني؟ ما بعرف. اي والله ما حدا بيعرف. والصغر بتحب اعطيك حفاضات كمان؟ شو بدك تعطيني حفاضات اذا هالقد حساس حضرتك؟ شو في مزح بيني وبينك؟ وليه عم بقلبك؟ من سكتش ما في مثله بنرجع لبرامج ليلة السبت، والموعد كل سبت عبر ام تي في مع اجمل الافلام. واخترنا لكم لليلة السبت مباشرة بعد الاخبار فيلم بليتس مع جيسون ستيثم، طبعا هالبطل المشهور بافلام الجريمة والسرعة والتشويق. رح بتكونوا على موعد مع قصة شرطي عم بيلاحق قاتل كان يستهدف افراد الشرطة. الكثير من التشويق بهالفيلم. على كل حال تفاصيل اكثر عنه بهالمشاهد. A serial killer on the loose. Yo there, copper. Every day another officer down. When the law can't protect its own, you need the man who breaks all the rules. Should we get a look at the attacker? All she could say for sure is that he's big and white. Big and white. So he's not the black kid from Different Strokes. We've got him. I want a lawyer and a sandwich. Oh. And I want to update my Facebook status. He's covered his tracks. We can't prove anything. So spill. Ain't you gonna take any notes? I look like I'd carry a pencil. Jason Statham. Paddy Considine. Aidan Gillen. Picking the wrong fight. At least pick the right weapon. بليتس شفنا التريلر، الموعد معه بكره مباشره بعد نشره الاخبار المسائيه تقريبا على 9:45. اقوى واجمل الافلام انتم على الموعد معها كل ليله سبت عبر الام تي في. رح نروح عند ستيف. بونجور ستيف. اهلا وسهلا، تفضل. انا ناطر بعد قد ايه؟ بعد شي نص ساعة تقريبا، وانا مشتاق لك كمان. كل شيء منيح؟ كل شيء كثير منيح. شيف توني عم بحمل الفرن. بدنا نحضر لكم اليوم كلوب تونا ساندويتش. ممتاز. يامي يامي. يلا سيو. يلا سيو على التيستينج. يلا. لكن رح نروح عند ستيفاني وطبق شهي لليوم.